بسم الله، مساء الخير على كل متابعي قناة تن، مساء الفل على كل مشاهدي برنامج البي والهانم. حلقتنا النهارده حلقة جديدة ومهمة جدا لكل المقبلين على الزواج. نركز بقى في الحلقة دي عشان تعرف شريك حياتك هيبقى عامل ازاي، محتاج تختار ايه، ولو شفت حاجة تهرب ازاي. بس قبل ما نتكلم في كل التفاصيل، ارحب بزميلتي نورين. ايه اخبارك؟ ازيك يا ممدوح؟ يا مساء الفل والهنا والجمال وكل الحاجات الحلوة على أحلى مشاهدي بيتفرجوا علينا برنامج البي والهنم على قناة تن. وطبعا موضوع النهاردة موضوع يعني هو مش جديد، لكن احنا عايزين نعرف. ساعات احنا بنتخيل فترة الخطوبة دي فترة اللي احنا هنجهز البيت وهنخرج وهنتفسح وهنسمع اغاني وهنحب بعض، كل ده تمام، بس دي فترة اتعملت علشان خاطر نعرف بعض اكتر ونفهم بعض اكتر، وبعد كده نشوف بدل ما يحصل جواز وبعد كده لا قدر الله يحصل انفصال. انت ممدوح، في وجهة نظرك شايف فترة الخطوبة بيتعمل فيها ايه؟ شايف ان كل واحد بيلبس الشكل الحلو، كل واحد بيعرف يوري للتاني كل ما هو فيه حلو وجميل. انا راجل مصرف، انا راجل رومانسي، انا راجل، انا بتكلم عن الرجاله اهو، بس عارف ان انا منصف. ايوه انا راجل عاطفي، انا بحتويكي، انا بسمعك، انا وبعد ما يحصل زواج انا مش فاضيلك، انا عندي شغل وانت كل يوم مصاريف، حرام عليكي بقى صدعت. ايوه بس دي كده مش فتره خطوبه، دي فتره الخداع من الاثنين. طب يعني احنا كده بقى شايفه ايه؟ لا انا شايفه بتعمل ايه في الخطوبه؟ شايفه ان انا لازم اكون دايما على احسن وجه ليا في احسن حاله. لو هتقدري تستمري كده على طول، خدي بالك، يبقى انت خليكي كده على طول، دايما كير قوي ودايما باخد بالي منك قوي ودايما صوتي هادي ودايما مش مشكله ومع حماتي تمام. طيب وده هتكملي على طول ولا بس ايه ده احنا كده علشان ايه يحصل جواز جماعه بعد كده؟ ده الخداع يعني. بالظبط كده، يعني كل واحد بيلبس قناع سواء كان الراجل او الست، وكل واحد مبقاش عارف هو صح ولا غلط، وهل انا فعلا اوري كل ما هو جميل فيا لحضرتك وانت توريني كل ما هو جميل بيكي وبعد كده نصطدم بارض الواقع ولا لا؟ انا شايف ان احنا نجيب حد نتناقش معاه ونعرف ده صح ولا غلط. شايفين كده فعلا دي حقيقه. يلا بينا. يلا ايه ده؟ ايه ده؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. طب معلش يا جماعه، الحته دي الحته دي انا فاكراها ولا بيختم. طيب فانا شايف ان احنا لازم نجيب حد نتناقش معاه في الموضوع ده ويدلنا بقى الطريق الصح. الحقيقه ان احنا لازم نسال الناس المختصه، هل يا ترى فتره الخطوبه المفروض نعمل فيها ايه ونبين الحلو والوحش ولا الحلو بس، وليه بنعمل كده، ودي مساوئه ايه ومميزاته ايه. نطلع مع الفاصل ونرجع مع الضيف اللي معايا. بيتفرج معانا قبل الفاصل عارف احنا بنتكلم فيه. طب اللي ما كانش بيتفرج معانا، تعالى اقول لك احنا بنتكلم فيه. احنا دلوقتي داخلين على، في ناس كتيره بتتجوز، في ناس كتيره بتعيش حياتها وبعد كده بيحصل انفصال في فتره الخطوبه. نرجع بقى خطوه لورا، اعرف ازاي شريك حياتي ده هينفعني ولا لا، اشوف فيه عيوب حصلت، طب ايه المميزات اللي خلي بالي منها، طب لو صدف اجري ولا خليني، طب الراجل ده هيبقى تمام، طب الست دي هتبقى تمام معايا بعد كده قدام، تريكات، طب الاختبارات، طب حاجه، في اسئله كتير قوي. طبعا عشان نقدر نتكلم مع حد مسؤول واعي لموضوع الاستشارات العلاقات الاسريه هو اللي هيقول لنا نقدر نعمل ايه. وطبعا هي مش هو، طبعا هيشرفنا النهارده ومنورنا الاستاذه رضوى غريب، استشاري العلاقات الاسريه والصحه النفسيه. منوره الدنيا. اهلا بيك. منورانا بجد. منوره بيك. طبعا انت عارفه مرحله الخطوبه مرحله مهمه جدا جدا لكل ست وكل راجل. يمكن انا هتكلم اكتر عن البنات الاول او الستات، ازاي اعرف ان شريك حياتي ده شخص حقيقي. يعني ايه حقيقي؟ يعني فعلا مثلا لو هنمسك حاجه مثلا، يعني كريم، بخيل حقيقي ولا بيمثل الكرم، ايه التركات اللي انا اقدر اعرف منها ان هو شخص مش مناسب ليا؟ طيب خليني نرد الاول، نرجع تركية لورا زي ما هو قال. يلا بينا. الخطوبه اللي هي في الخطوبه عليها. ايوه. احلى سنين العمر، وبعد الجواز كلنا بنتغير. طيب في حاجه احنا بنعملها لما بنيجي نتجوز، القايمه، بنتفق بنحط ايه، بند 2 3 4. طيب هل احنا بنعمل كده كمخطوبين اصلا ولا لا؟ لا، بنتفق على العلاقه هتمشي ازاي ولا لا؟ بنتفق، بس ممكن اللي اتفقنا عليه ده ما يحصلش. بنتفق على ايه؟ على الماديات ولا على هنجيب ايه وتجيب ايه؟ ما بنتفقش على الريليشن نفسها شكلها ايه. هل ممكن الناس الواعيين اللي فاهمين يعني ايه زواج، اللي هم قارئين ومدركين بالموضوع ده، هم اللي الحياه بتطول معاهم في الجواز
ولازم ده يحصل ولا هي زي البطيخه لما بيقولوها بالبلدي كده؟ هو كل الناس بتقول ان هي زي البطيخه ولكن في الاول وفي الاخر اي شخص في الدنيا مدرك يعني ايه الفاليو او القيمه بتاعه الزواج اكيد هتكون الزواج بتاعه ناجح. لكن انسان غير مدرك يعني ايه جواز، انا متجوز لمجرد ان الناس بتقول ان ده نص الدين مثلا وان انا عايزه اكمل ديني، او لمجرد غريزه ناقصه فيا وعايزه اكملها، او لمجرد صوره اجتماعيه عايزه اكملها. ولكن احنا عايزين نعرف لما نكون مخطوبين نعمل ايه علشان العلاقه تكمل من البدايه. في كده زي قايمه كده بنقعد احنا الاثنين، اولا الماديات، هل انت موافق ان انا اشتغل ولا مش موافق؟ اوكي طيب موافق ان انا اشتغل، طب هصرف على البيت هشارك ولا لا؟ في ناس تقول لك ان ممكن يكون عيب جدا ان الراجل يطلب من الانثى انت ازاي تصرفي، لان القوامه للراجل والانفاق للراجل. ولكن الحياه ما بتمشيش بالطريقه دي في العلاقات. احنا دايما في العلاقات بنقول ايه، ان كل علاقه غير الثانيه، مفيش حد سيان زي الثاني. انا ممكن اتقبل حاجه غيري ما يتقبلهاش. البيئه او الكوميونتي اللي انا عايش فيه طول الوقت بيديني افكار ليا ومعتقدات بترسخ عندي، بتيجي عند غيري بتبقى ديبريشن، حصل لي صدمه او حصل لي تشوك، ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ ما هو ده معتقد ضارب عندي، ولكن مش ضارب عند نوري، مش ضارب عند كل شخص فينا عنده معتقداته اللي مكمل بيها حياته. طيب نعمل ايه علشان نكمل ده؟ نتكلم مع بعض، نتكلم في كل حاجه وحتى عيوبنا. طيب همسكك من الحته دي. طبعا ما اقدرش اتهم ان كل الناس ما بتتكلمش والناس كلها عايشه في عالم الاحلام والحب، لا لا لا، في ناس بتتكلم وبتتفق والكلام بعد كده بيتغير. اوكي خلاص، بيبقى فيه وعود كتير، في كلام كتير بان احنا واحده واحده بالتناقش والتفاهم، وبعد كده بيحصل العكس عشان خلاص بقينا كوميونتي امنه لبعض. بالظبط كده، وبقينا مضمونين فور جرانتد، حاجه مضمونه. طب اعرف منين بقى انا كست ان الراجل اللي قدامي ده قد كلمته؟ يعني هو فعلا بيقول كلام وهيلتزم بيه قدام، والعكس كمان الست دي قد كلمتها، يعني مش بتوعدني بحاجات. نورين داخله على الجامد، سخنه قوي، عايزين بوست الزيتونه. احنا بنحب طيب نخش خلينا نرد عليها الاول. طيب اول حاجه، الراجل في قوامته الانفاق عليه، دي اول حاجه في الراجل اتقالت ايه؟ انفاقه، ان هو اللي بيصرف، مش الفيزا كارد زي ما بنقول، لا، ان هو اللي عليه الصرف والمصاريف. لما اجي اتكلم معاه في الموضوع ده او نخرج واحنا مخطوبين ويقول لي يلا بينا بالنص كده مع بعض، انا هدفع نص مثلا المطعم اللي انا عازمك عليه وانت النص، وخدها هاف فن، دي بتديني رساله ان الشخص ده يا اما بخيل يا اما خايف يا اما متوجس. كده اعرف انه بخيل، في اشاره، ده اشاره. خايف خايف من ايه؟ خايف ان العلاقه تنفصل، يبقى دفع بخيل برضه بخيل، يعني برضه بيحسبها زياده، بيحسبها زياده. دي عندي رساله. طب لو اتكررت خلاص انت بخيل. طب والبخيل قد كلمته. طيب انا مش هنسى السؤال. طيب مش هتنسيه ولا مش هنساه. تاني حاجه، قد كلمته، لما اجي ادي وعد اكون قده، بمعنى ان انا لو قلت لكم انا هجيب في البيت التيبل دي مع ده مع ده هجيبه، ما اجيش بعد ما اضمن فتره الخطوبه اقول بقى في الجواز ان شاء الله ربنا يستر. بصي اصلا انا لو جبت شقه دلوقتي ملك هيكون غالي عليا، وانت هتعذريني باسم الحب اللي احنا. انا طبعا عارفه ان انا كده يعني، بس هقول حاجه، يعني هو مثلا لو قال لي اوكي تلبسي الطقم الفلاني في الاول الخطوبه، وجه بعد كده غار عليا وقال لي ما تلبسيهوش، ده معناه ان هو مش قد كلامه ووعوده؟ لا، وعوده بتتغير، ما هو ما فيش حد بياخد حد وبعدين يقول له انا هغيرك بعد الجواز، اصل هي مثلا مش محجبه وهخليها محجبه بعد الجواز، ما فيش حد بيغير انسان، هي مبادئ، انت عشان تغير غير من البدايه او حط تولز من البدايه. حلو ماشي، انا عندي كده ادي ده بيتي وسقفي، انا عندي الرولز بتاعتي، انت هتخشي بيتي ده فتمشي على الرولز والقواعد اللي انا عايش فيها. زي ما احنا عايشين مثلا في القاهره في عندنا رولز ما نقدرش نكسرها. كل مكان في رولز، دي الكوميونتي يعني الامنه بتاعتي. يعني جنتلمان في الاول وتبين ان انت كويس ومنفتح وكل حاجه، وانت اصلا راجل متزمت، انت راجل شرقي. طيب دلوقتي بقى موضوع في الخطوبه، لان انا بقى لاقي كتير قوي من اصدقائي او الناس المعارف يعني بيجي يقول لك ايه، انا هحطها تحت اختبار، انا هتست كده، معيش فلوس ومش هينفع نخرج الفتره دي ومش عارف ايه، ونفس القصه هي بتحطه تحت اختبارات. هل الاختبارات اللي بتحصل ما بين الاثنين المخطوبين ده صح ولا غلط؟ وصحي ولا لا؟ مش صحي خالص. اوكي شكرا. ماشي، مش صحي خالص. ليه بقى؟ لان احنا بنضغط بعض في اوقات ممكن تكون غير مناسبه. هو حاليا عنده ضغط مادي من نوع، فجيت انا اختبرته في وقت اصلا هو عنده ضغط دلوقتي. فحصل معاه الموقف، ويكاد يكون ان هو مش الشخص الوحش ده، ولكنه مع الضغط طلع الاسترس اللي عنده كله بطريقه مش كويسه. نعمل ايه؟
يعني التكرار دايما نقول التكرار. لاحظي الموقف مره واثنين وثلاثه، بلاش ضغوط، خليكي ذكيه، خلي عندك حنكه، بلاش الايموشن اللي طالع طول الوقت وبحبك، خلي العقل شغال. يعني احنا بنقول ما يعني مش ما تحبوش بعض، حبوا بعض يا جماعه وكل حاجه، بس اجلوا ده في خطوه العقل الاول. بيقول لك اللي اتجوزوا بالحب لبسه واللي اتجوزوا بالعقل لا طبعا هو لازم لازم ممدوح لا يا ممدوح لازم لا عقل وقلب مع بعض، لازم يعني الاثنين مع قلب بعض. بس لا لازم الاثنين، بس انا دايما اقول او الصح والعلم دايما يقول ان خلي العقل شغال خصوصا في اول خطوبه. انت بتاخدي خطوه جديده زي عربيه جديده جبتيها، عشان تاخدي عليها بتعملي ايه؟ بتعملي ممارسه، زي ما بتدرسي لغه جديده بتمارسيها، مارسي بالراحه، ما تمارسيش وانت حابه فيلا فهخبط في الحيط العربيه هتتكسر. ما انا ما حافظتش، ما عملتش مسافه ما بيني وما بين العربيه، ما خدتش خدت السرعه هي بسرعتها كذا. طيب بص، فقلت اجرب. دلوقتي كل ست اصلا بتبقى خايفه ومتخوفه جدا من الراجل اللي هو ابن امه، ولكن كل راجل من حقه طبعا يكون ينتمي لام اللي ملوش خير في حد، ملوش خير في فيكي انت. صح. اعرف اميز ازاي بين الاثنين، هو بيحب امه عادي وليه خير في اهله، وما بين راجل ابن امه، ازاي اعرف اميزهم؟ طيب الراجل ابن امه عامه هو مش شايف الادراك عنده، وعنده تشويش في الرؤيه، بمعنى لو طلبت منه حاجه ما بيردش عليها في الوقت الحالي، بيستنى لما يشوف ماما وياخد منها البوش ويرجع يقول لها، ما بياخدش الاكشن. فاستحاله يعني ياخد اكشن في الموقف اللي هي عايزاه فيه لوحده. فدي نقطه هتخليني بسرعه جدا الحظ اركز. أركز. طيب الناحيه الثانيه حضرتك خلصت الاجابه؟ اتفضل. ماشي. على الصعيد الاخر، الست الجميله، الست الهانم النكديه والقماصه، انا اعرفها ازاي واطلعها من وسط الف؟ يعني انا دلوقتي قابلت واحده وطلعت قماصه او نكديه، وانت قلتي لي اللي بياخد على حد بياخد حد كده بالطبع ما بيتغيرش، وانا حبيبها اعمل ايه؟ طيب خلينا نقول هو ما بيتغيرش في حاجات وحاجات. مع التطبع بيبقى فيه نسبه، يعني مثلا نقول 40% 60% طبع اساسي. حلو. فانت لما تيجي تغير ال 60% متشبعين من اللي هي كانت فيه، خلاص انت تغير ال 40، دي اول حاجه. ده يعني في امل، في امل، بس برضو ال 60 اساسي عندك. افرح. هيطلعوا هتفضل دايما حساسه وبتنكد. انت هتحاول تعمل بالانس ما بين التقبل، ان انا افهم اللي قدامي هل هقدر اتقبل ده ولا لا. طب هي نكديه وانا بحبها. في حد عنده قوه التحمل لتقبل النكد، وحد ما عندوش قوه التحمل. في حد يقول لك انا بحب الهزار والضحك، ما اقدرش اشوف واحده مبوزه قدامي. فانا طول الوقت انا احب الضحك والهزار. بيتضايق مني هنا والله. نسبه تقبلك نسبه تقبلك للشخص هي اللي هتمشي العلاقه، وهي اللي هتودينا للنجاح بتاع العلاقه. يعني تقصدي ان في شخص يقدر يتحمل العيب ده وشخص كده لا. طيب انا اعرف برضو منين انا كست ان الراجل اللي قدامي ده كول ولطيف وبيحب كل الناس، ولا راجل بقى عينه زيغه وبصباص؟ هو بيبان. مفيش ست على فكره ما بتلمحش الراجل اللي عينه زيغه. لا اديني علامات، لان في ستات طيب اصلا بطبعها. بصي انا هقول لك الحته دي، في بنات بطبعها غيوره قوي. ولو بيهزر، يعني لو انا قاعده كده وبيهزر معاكي كده بتضرب عندها احس انه بصباص، وهو ما يكونش قصده حاجه. ما هي دي عندها مشكله، عندها شاشه نفسيه. طيب احنا نعرف ايه تركات حقيقيه وواضحه. طيب. لا يا جبنات ده بصباص. طيب يا بنات، اول حاجه اعرف بيها الراجل البصباص ان هو بيطلب مني حاجات انت عرفتها منين؟ حاجات زي ايه مثلا؟ البسي كذا، اعملي شعرك لون كذا. لا بس ده عادي. طول ما هو قاعد معايا، لا مش عادي، طول ما هو قاعد معايا مركز في اللي حواليا، وبعدين تلاقيه بيعمل اسقاط عليا. هو انت ما لبستيش كذا ليه؟ أوكي. هو انت ليه مش حاطه رجل على رجل؟ بصي حواليكي. دي مقارنه. مقارنه. اوكي. بالظبط. هو عينه زيغه، بس ما بيعرفش يفصل، عنده المخ بين الجزء الايمن والايسر، ما بيعرفش يفصل الراجل ده بالذات، لان العين متحكمه. يعني انت شايفه الراجل اللي بيفهم في تفاصيل الستات ده راجل بصباص اكتر؟ بجد ده حاجه حلوه. أكتر. كل الاذواق. وللاسف ان هو الشخصيه الناجحه في الزواج الراجل اللي عنده علاقات. شكرا ليك يا استاذ. لا خدتوا دي للأسف. بروزوها. للاسف. بس هقول لك حاجه، في يوم من الايام بيتكشف، في يوم من الايام بيبقى في ولاد وفي مشاكل، وهي بتاخد بالها وبتبدا هي تتغير، لان الانسان كل 3 سنين شخصيته بتتغير، كاريزمته بتتغير، عقليته بتتغير. الموضوع كل 3 سنين شخصيته بتتغير. لا انت ما بتنضجش. انا بتغير تفكيرك بيتغير. يعني هي دراسات زمان كانت كل 10 سنين. لا دلوقتي كل 3 سنين، لان احنا دلوقتي في عصر ان العلم كل يوم فيه جديد، عصر السرعه. لا طيب دلوقتي الست الشكاكه الغيوره. أوكي. بزياده. اللي دايما رايح فين جاي منين بتقعد مع مين وبتقعد كل شويه بقى. وانا هنام، تنام وبعد نص ساعه تتصل، ها فين الاصوات اللي حواليك، انت فين صحابك، تشوف انا اونلاين ولا لا. كل ده فتره الخطوبه، عشان انا بكلمك في حته معينه. يعني انا رايح القهوه الساعه 12 وهي هتنام علشان عندها شغل مثلا. تمام. على واحدة ونص ما تسمعني اصحابك كده حواليك، دي اعمل معاها ايه؟ طيب الست الشكاكة هي مراية ليك. اوكي.
يعني انت كل ما هتعمل حاجه هي هتحس ان انت بتلعب بديلك. كلام مش عاجب ممنوع. هي شوف انا ساكته انا ساكته. هي الايموشن دي كلام زي الفل عند الستات. لكن هل هي من البدايه شكاكه؟ لا. طب هل هي بتشك في اخواتها؟ لا. طب ليه بتشك فيك انت شخصيا؟ هل هي بتشك في والدها، في ابنها؟ فهنشوف هل هي المقياس بتاعنا هي كده مع كل الناس ولا معانا بس. لا ثانيه واحده بس، ما يمنعش برضو ان في بعض البنات والستات عندهم مشكله في السيلف كونفيدنس، الثقه في النفس. أكيد. فهي حاسه طول الوقت ان الشخص ده هيمشي ويسيبها، لدرجه انها زي ما يكون بتزقه ان هو فعلا يخونها. الغدا عليا النهارده. ايه الغدا عليا النهارده؟ خلاص بتدافع عنك دلوقتي. لا لا يعني انا عايزه نتكلم. طيب. ان في ناس عندها مشكله شخصيه، في ناس عندها مشكله وهشاشه نفسيه جدا طبعا، وبتكون بتاخد ده اساسا من جوزها، يعني اللي هي طول الوقت بتشفط طاقته عكس ما الناس كلها فاهمه. هي لا بشفط، انا برتاح وانت واقف قدامي كده، انا مبسوطه وانت قاعد قدامي على الانتري كده، عارفه الفازه ما تتحركش. حب تملك. حب تملك ليه؟ لان هي اصلا زي ما انت قلتي عندها ايه، انعدام في الثقه في النفس. طيب طول ما انا حاسس ان الست بتاعتي كده، لا احاول اتكلم معاها بقى، تعالي نقرب المسافات وتعالي نقعد مع بعض. انت ليه بتشكي فيا؟ انا ما تحاوليش تقولي لي دراما، تقولي لي والله مش كله. الراجل هقول لك حاجه، الست بتتغير ليه بعد الخطوبه؟ علشان حاجه تانية بيتغير. بلاش الست بس، والراجل ماشي. بغض النظر على الراجل، السؤال للست دلوقتي. والراجل برضه معلش، دلوقتي الست في الخطوبه بتبقى اجمل شيء، والراجل نفسه عشان ازعلكوا والله العظيم كلنا عشان ازعلكوا. بس ست بعد، هل ده بسبب زياده المسؤوليه عليها فبتتغير فبتبقى انسانه عمليه بالنمط؟ طب انت شايف ايه التغيير من وجهه نظرك؟ نكد بزياده، زن بزياده، صرف بزياده، كل حاجه بزياده، كل حاجه بنفس أوبر الصوره. اه للاسف ثلاث ارباع صحابي قاعدين على القهوه، والله متجوزين كلهم قاعدين على القهوه. لا احنا هو ممدوح ممكن يكون بيقصد اكتر الست والراجل في شكلهم، اهتمامهم بنفسهم، الستايل، الكلام، الاسلوب، كل حاجه بتتغير. والله العظيم طول عمري هي النهارده بتدافع عنك خالص، مش معايا، مش في صفي. لا 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 شوفي، انت طول عمري طول عمري. طيب خلينا نقول ان الراجل او الست عامه الاثنين بيتغيروا. انت اول ما لقيت الكوميونتي الامنه بتاعتك، انت بتبدا تعمل الافعال العكس اللي كنت بتعمل. انت في الاول بتظهر الحب والاحترام وبتدي بقى هديه عشان خاطر ايه؟ تمتلك قلب الشخص اللي قدامك، امتلكته وجبت اخره في الفرح. فبيحصل عندنا زي حاله ملل، خلاص ما انا عرفت اخرها في الفرح. الامتلاك. الامتلاك. الامتلاك هو اللي بيخلي الانسان يتغير. كمان أستاذة في حاجه دايما رضوى، انت طبعا نفسي نكمل اكتر من كده، بس للاسف وقت فقرتنا، انت نورتينا. بشكر استاذه رضوى غريب، استشاري علاقات وصحه نفسيه. والحقيقه يا جماعه فتره الخطوبه هو فتره ان انت هتكملي، وانت هتكمل حياتك كلها مع شريك حياة العمر كله، هتخلف منه، هيشاركك أوقاتك الصعبة، أوقاتك الحلوة، كل حاجة. لازم تعرفه كويس جدا، لازم تحبه من قلبك وتحبه كمان من عقلك. مهم جدا جدا أنتوا تحسوا إن في حاجات كتيرة مشتركة ما بينكوا، تكونوا حقيقيين للآخر علشان نكمل العمر كله، عشان بجد بجد خراب البيوت مش بالسهل. نطلع مع الفاصل. ورجعنا تاني ولسه مكملين معاكم. طبعا الشعر 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 يمكن من اهم الحاجات اللي كل الستات بتعاني منها، هي شعرك. شعري بيتساقط، شعري بيتقصف، شعري ما بيطولش، عايزه شعري يكون حلو. حتى الاطفال عندهم مشاكل في الشعر. الشعر حاجه مهمه جدا على فكره، رغم ان البشره كمان مهمه قوي، لكن الشعر من الحاجات الاساسيه اللي بتفرق. بتفرق، بتقول لك كلمات، بتقولك يعني صحتي كويسه ولا لا، بتقولك انت نفسيتك كويسه ولا لا، بتقولك جسمك فيه نواقص ولا لا. الشعر لما بيكون فيه اي مشاكل بيبقى ليه معاني كتير جدا. هنعرف ازاي نحافظ على شعرنا، ولو في تساقط او في علامات بتدل على ده ازاي اقدر اعالجها، مع ضيفتي اللي منوراني وهي الدكتوره ايه اسبيتان، اخصائيه عنايه الشعر والبشره في مصر الشرق الاوسط. اهلا بيكي يا ايه. اهلا بيكي نورين. عجباني قوي قصه ان شعرك بيقولك المشاكل. يعني فعلا دي اكتر حاجه صح، ان احنا جلدنا او ضوافرنا او بشرتنا او شعرنا بتقول لنا ايه النواقص او ايه العلامات او ايه الامراض اللي انت ممكن تبقي داخله عليها وانت مش واخده بالك. انت لو في اي مشاكل في الغده الدرقيه هتلاقي شعرك بيقع كتير. عندك مشاكل مثلا نواقص في الفيتامينز اللي في جسمك، دي واي وسي والحاجات مضادات اكسده موجوده في جسمك، هتلاقي شعرك بيقع. طب عندك سوء تغذيه او ما بتاكليش كويس، ما بتاكليش فاكهه خضار حاجات فيها بروتين كتير، هتلاقي شعرك بيقع. ناس زي ما انت قلتي نفسيه
نفسيتك وحشه، ناس عندها مشاكل او اكتئاب او اي حاجه من الحاجات دي تلاقي شعرها بيقع. مش بس كده يعني، مش بس يقع بقى، الناس اللي عندها اكتئاب ممكن تخش في حالات نفسيه تلاقي شعرها بقى خشابي. خدتي بالك الفتره اللي فاتت كان طالع كتير ترند الموضوع دوت، او ناس كتير اشتكت او بدات تظهر الاعلام تقول ان هي عندها مشاكل في شعرها او شعرها بقى خشابي، ان هو الشعر ان الشعر بيمسك في نفسه في بعضه كده ويرفض ان هو يعني يتسرح خالص اصلا. فالحالات دي بتبقى صعبه جدا طبعا، ده بسبب الاهمال وبسبب النفسيه الوحشه وبسبب ان هي ما بتدورش ان هي تعالج، هي بتداري. يعني شعري بقى حاسه ان حالته مش حلوه، اروح اوديه عند الكوافير واعمله، حاسه انه بيقع احط اكستنشن، حاسه وهكذا. فالنهارده انا معايا مجموعه سلة، اول حاجه كلها منتجات طبيعيه، كلها مستخلصات بتقنيه النانو. تقنيه النانو يعني انا اخده اعلى تركيز واكثر استفاده من اقل كميه. عارفه يا ايه اكتر حاجه عجباني في الكورس ايه، او ان هو في كورس ايه، احنا دايما بنمشي في دايره مغلقه، يعني احيانا بيكون شعري بيقع او في مشاكل علشان انا اصلا جسمي عنده نواقص، يعني في مشاكل في جسمي، كالسيوم ناقص، حاجات كده، وناس تانية بيقع علشان انا مش معتنيه عليه من بره. ففكره الكورس ان هي بتعالج كل المشاكل، زي ما اكون بنحوط الشعرايه علشان خاطر لو هنا في مشكله او هنا في مشكله. برافو عليك. الكورس معانا احنا عايزين نعرف يعني ليه، لان الناس هتقول لك ايه هو ليه كورس، انا محتاجه حاجه بس تعالج، فعايزين نوضح للناس هو ليه اصلا كورس. ماشي، هو ليه كورس؟ عشان خاطر زي ما انتي لسه بتتكلمي تقولي ان احنا عندي مشاكل داخليه ومشاكل خارجيه. مشاكل خارجيه للشعر، حد بيصبغ كتير، حد عامل بروتين، حد ما بيش مهتم بشعره، حد الحراره مأثره عليه، حد بيستخدم مكونات او سوري بيستخدم منتجات فيها حاجات كيميكال كتير فنشفت الشعر او وقعته، دي كلها اضرار تعملي تساقط، تعملي تلف للشعر. ده الخارجي. ده الخارجي. طب الداخلي؟ قلنا سوء تغذيه، حمل، رضاعه، ولاده، نقص تغذيه، حد عامل عمليات، حد عامل مشكله، حد مش مهتم باكله، انا عندي مشكله داخليه. مشكله داخليه الماجيك بتاع الكورس النهارده اللي هو المكمل الغذائي. كلميني عنه. مكمل بيكمل لي اي نقص، عندي مشاكل في الحديد فهو في حديد، اي حد عنده انيميا شعره بيقع كتير فهو في حديد، اي حد عنده مشاكل في الكالسيوم زي ما انت قلتي فهو في كالسيوم، في اوميجا 3 واوميجا 6 للناس اللي محتاجه ان شعرها يطول وبشرتها تبقى احسن وكمان الذاكره بتاعتها تبقى احسن. نيجي بقى قصة الفيتامينز، لا هو في كل حاجه، زي في دي واي وسي، دي الحاجات المسؤوله عن وبيوتين وكرياتين. طب الحاجات بتاعت الفيتامينز دي المسؤولة عن التساقط، مسؤولة عن الإنبات، مسؤولة عن مضادات الأكسدة اللي في فيتامين مثلا سي، فالحاجات دي هتعمل جروث للشعرية نفسها أو تقوي البصيلة معي. طب أنت قلتي البيوتين والكرياتين، البيوتين والكرياتين دول بيعملوا إعادة تكوين أو تأهيل أو تجميع الروابط مرة تانية في الشعراية، لو عندي مثلا شعراية متقصفة، شعراية بتقع، شعراية مش مفرودة، لا هو في بيوتين وكرياتين هيديني قوة للبصيلة، هيديني إنبات، هيدوني نعومة. طب ايه المميز عندي؟ ان هو اول حاجه امن جدا على الصحه، مرخص من وزاره الصحه، من هيئه الدواء، موجود في كل الصيدليات، احنا بنكمل على المكمل من اول 12 سنه اقدر استخدمه، ما بيعملش اي مشاكل، ما بيعليش الضغط، امن جدا على اصحاب الامراض المزمنه، فهو كويس جدا. طب هو هيضيف لي ايه؟ هيضيف لي اي حد عنده تساقط هيتوقف من اول 20 يوم، اي حد عايز انبات من 5 ل 7 سنتي. طب انا كده عالجت الجزء الداخلي. لا انا كمان عايزه اوضح حاجه للناس، عشان في ناس بعتولي يقول لك ايه هو الفيتامين ده او المالتي فيتامينز ده امن؟ امن يا جماعه، يعني ده مالتي فيتامينز، يعني مجموعه فيتامينات في حاجه كمان جسمك كله محتاجها فتبتاخديها، واكبر دليل على كده ان لو جزء تاني ان هو امن ان هو بيتباع في الصيدليه، عمرنا ما نقدم لكم اي حاجه في البيو الهانم حاجه مش امنه. اقول لك على حاجه كمان، بعض الفيتامينز بتاعت الشعر بتزود شعر في مناطق تانية. كلنا عارفين الموضوع ده، يعني بتبقى فيها جزء هرموني فبتدي يزود الشعر. بالزبط. اول حاجه عندنا في المكمل الغذائي مجموعه سله، هو ما بيزودش الشعر، ومش بس كده، في مكملات غذائيه بتزود الوزن. اوكي، فهو برضو نفس القصه، ما فيهوش اي حاجه تزود الوزن، ما بيتخنش ولا بيزود شعر في الاماكن التانية. وده دليل على ايه بقى؟ ان هو مثلا بيكمل بس كل النواقص، ما بيلعبش في حاجات تانية. ما فيهوش اي هرمونات، ما فيهوش اي حاجه. هو دلوقتي بيحسني كمقوي عام للجسم، بيديكي باور، بيخلي ذاكرتك احسن، بيخلي ضوافرك ما تتقطمش، الكواليتي بتاعه الجلد هتبقى احسن، بشرتي بتبقى احسن وشكلها اصغر، الشعر بيمنع التساقط، بيعمل انبات، بيدي قوه للبصيله نفسها، لو الشعرايه عندي بتقع على طول هو هيقلل الدمج او يقلل تدمير الشعر. اوكي، ده المالتي فيتامينز. نمسك بقى ايه المجموعه اللي انا هحافظ بيها على شعري خارجيا، لانها برده لازم تكون مجموعه، برده في ناس تقول لك ايه ما كفايه شامبو، ما كفايه ماسك، ما كفايه كونديشنر، تعالي نقول ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وبيكونوا بعض ازاي.
طب انا النهارده عشان خاطر احافظ على شعري من انا طلعت في مشوار وشعري اتطرب وشعري كان فيه افرازات دهنيه وحصل فيه بكتيريا من العرق والكلام ده كله، فانا محتاجه اول حاجه هنا ان انا اغسل شعري بحاجه تبقى زيرو سلفات، تشيل لي كل الدهون، تشيل لي كل التراب، تنظف الشعرايه كويس قوي. طب انا لما نظفت الشعرايه بحاجه زيرو سلفات كويسه، طب هل انا كده خلاص انا كده كفايه؟ لا، طب ما كده ممكن الشعر ينشف. طب انا كده لما غسلت الشعرايه، الشعرايه المسام بتاعتها اتفتحت، فمحتاجه تغذيه بقى. يبقى انا اخش على البلسم، البلسم عندي في تغذيه وفي ترطيب، منع للتشابك، في تنعيم للشعر بكميه كبيره جدا. يعني الشامبو عندك هنا بيشيل كل الشوائب او الروتين اللي انت بتعمليه طول الاسبوع من الشعر، وبيبقى حاجات كلها طبيعيه، فالشعر بيفتح ويتنفس. يجي الكونديشنر او البلسم يبتدي يديني تغذيه ويديني نعومه ويديني ترطيب عالي جدا بيوصل ل 90% ترطيب من البلسم. طب انا كده خلاص غسلت وغذيت او رطبت، اخطر حاجه بقى الحمايه، الحمايه والتغذيه. الحمايه والتغذيه عندي بقى بصي من الخطير ده. ماشي، ده السيرم. شفتيني قبل الحلقه عملت ايه؟ انا بحب ان انا طول ما انا قاعده كده في اي مكان او حاجه ادي بس ايه تغذيه، نعوم لشعري بالاطراف. ماشي، البيبي هير طبعا شعري بيطول من غير ما يخلي يدي الاحساس اللي هو التلزيق او الاويلي ده. مفيش لان هو معمول على قاعده، القاعده بتاعته خفيفه، شعر ما بيلزقش زي ما قلت لك في بدايه الحلقه، معمول بتقنيه النانو، يعني اقل جزء من الذره باكتر استفاده، فما بخليش شعري سوري ايدي يلزق او يبقى تقيل على الشعر. طب هو هيعمل لي ايه السيرم؟ هيبتدي يغذي، يرطب، ينعم، يعمل لي تسريح. طب السيرم اقدر استخدمه قد ايه؟ اقدر استخدمه كل يوم. انا واحده من الناس كل يوم وانا بسرح بحط سيرم، خصوصا على الاطراف اللي دايما بتبقى متكسره. طب انا ايه اللي بيميز شامبو كونديشنر بتاع سيلا عن اي شامبو كونديشنر تاني او بلسم تاني قدامي؟ يعني اكيد في ميزه مختلفه، ايه هي؟ بصي، عندنا اكتر من ميزه بقى، مش ميزه واحده. نيجي على الشامبو لان هو كله مميزات. اول حاجه، انت احنا داخلين دلوقتي على الشتاء او داخلين دلوقتي على الموسم الناس تغسل شعرها بميه سخنه قوي، فشعرها يلتهب، فروه الراس تلتهب، فيبتدي يحصل لها قشره، يبتدي يحصل لها الفطريات تعمل قشره او الكلام ده كله. دلوقتي محتاجين ايه؟ محتاجين شامبو يشيل القشره او يعمل يهدي الهيلينج بتاع فروه الراس او الالتهاب بتاع فروه الراس. طب انا لما اروح استخدم شامبو للقشره ايا كان بقى البراند، يعني احسن حاجه في السوق، تمام، بعد مره اتنين تلاته عشان خاطر يقضي على القشره، هتلاقيه ينشف الشعر. طبعا كلنا عارفين القصه دي. يعني هو بيعالج القشره من غير ما ينشف الشعر. طب ليه بيعالج القشره من غير ما ينشف الشعر؟ لان انا عندي في تركيبته زيت شجره الشاي، زيت النعناع، الكافيين، الحاجات دي كانتي اوكسيد او مضادات بكتيريا طبيعي بتشيل لي القشره. طب انا خلاص شلت القشره، نص مكونات الشامبو فيها بانسينول، فيها زيت ارجان، زيت جوز اللوز الحلو، جوز الهند، الحاجات دي كلها بتديني ترطيب، فعامل البالانس او التوازن. برافو عليك. فانا ما نشفش الشعر وكمان اداني ترطيب. في حاجه كمان مميزه عندنا في مجموعه سيلا او في شامبو سيلا، الناس اللي عامله تريتمنت لشعرها كولاجين، سيراميد، كهرمان، فيلر، اي حاجه من المسميات دي، تمام، بيبقى دايما محتاجه حاجه زيرو سلفات عشان خاطر تحافظ على الترميم بتاع شعرها. طيب يعني هي دي كل المميزات اللي موجوده في الشامبو، هو زيرو سلفات. والبلسم انا مش هسيبك النهارده. ايه المميزه بقى للبلسم عن اي بلسم تاني؟ البلسم اول حاجه ان هو سريع الامتصاص، سريع الامتصاص. احنا دايما لما بحط حمام كريم يقول لك تسيبيه نص ساعه عشان خاطر الشعر يترطب او الشعر يتغذى. لا، انا اول ما بغسل شعري بحط الشامبو على ايدي وابتدي ارغيه واحطه في فروه الراس واعمل بيه مساج خفيف وابتدي اشطف الشعر، ببتدي اخش على الخطوه الثانيه ان انا احط البلسم من هنا لحد تحت. وفي ساعات ناس، وانا من الناس دي، ما بحطش البلسم في فروه الراس، بس بجيبه على ايدي وامشيه على الحبه اللي فوق بس من غير ما تنزل لفروه الراس، واسيبه كده، يا اما اعمل له زي مساج خفيف اللي هو يتغلغل بس جوه الشعر، واسيب البلسم 10 دقايق. البلسم هيعمل لي ايه؟ في بانسينول قوي جدا في الترطيب واعاده تكوين البصيله تاني. طب في زيت جوز الهند ترطيب عالي جدا، في ارجان، في بايوتين، في كرياتين، في كل في لوز الحلو اللي هيديني اطاله، في كل الحاجات اللي هتعمل لي اطاله وتغذيه وانبت. فالنهارده مجموعه سيلا نورين، انا ممكن النهارده اقول لك دي مجموعه عنايه بالشعر، يبقى هي كده حافظت على الشعر وبس. لا، دي مجموعه عنايه واطاله وانبات ومنع التساقط. هو كورس فعلا متكامل. احنا معانا، حبينا نجيب معانا على تليفون عبير سبق انها استخدمت المجموعه وتتكلم معانا. الو. الو، ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا عبير، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. قولي لنا يا عبير، استخدمتي المجموعه بتاعت سيلا؟ استخدمتها وكانت مفيده جدا لشعري، لانه انا من الناس بصراحه اللي مهمله، يعني مش بعمل كورسات او بعتني بشعري، لان كمان محجبه فبفضل فتره طويله قوي بالحجاب.
استخدمت الشامبو والبلسم والسيرم وفعلا جاب نتيجه، لانه انا بحطه يعني بحطه على البلسم نفسه، بحبه جدا لانه بيطري الشعر قوي. بعد قد ايه كده النتيجه ظهرت معاكي يا عبير؟ يعني بتيجي تحسي بالنتيجه بعد قد ايه؟ بتحسي بيها بعد 20 يوم بس، لازم استمر يعني، لما وقفته شويه النتيجه دي راحت. لازم تستمري. بالظبط. فلما استمريت عليها يحافظ على النتيجه واداني بقى نتائج اكتر كمان. الترطيب بقى دايم فتره طويله قوي. الظروف بتاعتها اللي كانت مقصفه ما بقتش موجوده. الضعف اللي كان موجود في الشعر نتيجه للتغطيه لشعري فروه الراس هي مكتومه. فادت نتيجه كويسه. طب واخدتي المالتي فيتامينز ولا لا؟ ما كنتش واخداه ساعتها؟ لا ما كنتش خدته بس. انا طلبته تاني لوحده لانه انا محتاجاه فعلا. اوكي، ميرسي يا عبير. فعلا لازم ان احنا نستخدم الـ يعني المجموعه كامله زي ما عبير قالت. يعني انا حابين نقول حاجه كده ان هي بطلت في النص ورجعت تاني، فاوصفي اكتر يعني للناس. اول حاجه زي ما قلنا مجموعه سيلا مرخصه من هيئه الدواء، موجوده في كل الصيدليات. تمام، احنا اول ما اتصل علينا انا عندي مشكله تساقط، عندي مشكله هيشان، عندي مشكله جفاف في الشعر، عدم ترطيب قشر، ايا كان، احنا طبعا معانا اخصائيين بشره وشعر بنوجهها لطريقه الاستخدام الصحيحه. هي بتقول لك انا لما بطلت النتيجه وقفت. طب ما هو ده طبيعي، يعني هو ده طبيعي، هي الدوره اصلا طبيعيه. احنا طول عمرنا يقولوا لنا الحكايه دي، دوره الشعر من 3 شهور لست شهور ليه تحسي بالنتيجه يعني. تمام. فانا النهارده عندي زرع في البلكونه او ورده في البلكونه، لم خلاص اللي هي ظهرت وطلعت ورده، طب انا لو مش كل يوم بديها ميه وبديها شمس وبديها هواء، طب هي هتدبل مني. فانا لازم اتعامل مع شعري ان هو كائن حي يا جماعه، هو ده زرع انت فعلا بتربيها. فانا النهارده لو انا اديت شعري ترطيب وغذاء وكمان اطاله وعملت له كل العوامل تخليه كويس، هو الشعر عمره ما هيعاند معاك، هيديكي نتيجه. بس استني عليه شويه، استني عليه، لان نورين اللي باص في الشهور وسنين مش هيرجع في ساعات، لكن السريع ان احنا هنحس بترطيب وتحسن واحده واحده. من دي وان انت بتغسلي بتغسلي بالشامبو والبلسم هتحسي بالترطيب، تحسي بالنعومه وفك التشابك من السيرم وانت لسه بتسرحي في ساعتها. طب التساقط بيقل عندي من امتى؟ من تاني اسبوع من استخدام الشامبو وكمان المكمل الغذائي. طب الاطاله؟ الاطاله بتبان عندي من اول 21 يوم لشهر، بيبان عندي من 5 ل 7 سم. طب مين اللي شعره بيطول 5 سم ومين اللي شعره بيطول 7 سم ومين اللي شعره ممكن يطول 2 سم بس؟ اللي هو فعلا اللايف ستايل بتاعه كويس. واحده بتاكل كويس، واحده بتنام في مواعيد مظبوطه، واحده يعني يعني قصدك لو الحاجات دي اثرت فيها الموضوع هيأثر شويه. طبعا. انا دلوقتي لو احنا انا وانت الاثنين مصدعين او احنا اثنين انا وانت لسه اتعورنا دلوقتي، نفس التعويره في نفس المكان بنفس الجرح، بس نورين بتاكل احسن انا ما باكلش. طب حد بيدخن وحد ما يدخنش، تلاقي الجرح ما يلمش بسرعه. طب حد مثلا مهتم بجلده، مهتم بالترطيب، مهتم بالادويه، مهتم بالكلام ده، بتفرق يعني، بتفرق من حد للتاني، لان هنا بيحطنا في مشكله كبيره جدا. واحده تلاقي مثلا على النت وصفه، واحده شعرها اتحسن، تقوم دي مستخدمه الوصفه. طب ما هو اصلا مش مناسبه لا نوع شعرك ولا نوع فروه راسك، او انت استخدمتيها بطريقه غلط فما جابتش معاكي نفس النتيجه اللي انت سمعتيها. عشان كده في فريق مختص بنوجه، احنا بنوجه. بتقول لنا مشكلتك، بقول لك انت محتاجه تاخدي كورس شهر، لا تاخديه شهرين، لا تاخديه 3، لا انت محتاجه تاخدي الشامبو والبلسم والسيرم بس، لا انت محتاجه تاخدي المكمل والشامبو والبلسم والسيرم. عايز اقول لك على حاجه، خصوصا ان احنا في فصل داخلين على فصل الخريف، او احنا في فصل الخريف دلوقتي، عندنا التساقط اللي هو الموسمي او تساقط بتاع الخريف. ناس كتير دلوقتي بتبعت لنا على الصفحه ان انا شعري بيقع كتير جدا الفتره دي، لان شعرنا زي ما قلت لك زي ورق الشجر، زي تساقط الشجر اللي بيحصل دلوقتي هتلاقي شعرك بيقع زياده. فانا محتاجه في الفتره دي ان انا اهتم بالشامبو كويس قوي عشان يقلل التساقط، واخد المكمل الغذائي بتاعي. طب والعرض بتاعنا بقى بتاع البيبي؟ العرض بصي نورين، هم لو راحوا اي صيدليه هيقدروا ياخدوا مجموعه سيلا، شامبو لوحده، بلسم لوحده، سيرم لوحده، مكمل لوحده، عشان هو مرخص من هيئه الدواء. فانا النهارده لو خدته من البي والهانم طبعا لمده، يعني هم مكلميني قبل ما اجي اللي هو لمده يومين بس، هتقدر تاخد الشامبو والبلسم والسيرم، مجموعه الشعر عليها طبعا مجموعه البشره هديه اللي هو كريم التفسيح وخلاصه العرق سوس، وكمان سيرم وشد ونضاره البشره. طبعا يا جماعه الكلام ده يعني بيحصل ازاي؟ تعرفي تاخدي العرض عن طريق ارقام التليفونات اللي بتكون ظاهره قدامكم طول وقت الفقره على الشاشه، بتتصلوا بيها بتقدروا تاخدوا العرض. لكن لو مش عايزين العرض او العرض ما لحقتوش، يبقى عن طريق الصيدليات، بس حاولوا تلحقوا العرض عشان العرض خطير يا جماعه. 3 سيرم وكريم تفتيح، وايه تاني كمان؟
تقييم تفتيح للبشره بخلاصه العرقسوس، وسيرم شد نضاره البشره. اي حد بقى عنده مشاكل، حد عنده صبغات، حد عنده اثار حبوب، اي حد محتاج ان هو بشرته تتشد او يعمل كونتور او يعمل ليفتنج خفيف كده من استخدام الكريم سيرم البشره من شهر لثلاث شهور، كل الحاجات دي بتنتهي. اوكي ايه اسبيتان اخصائيه عنايه الشعر والبشره في مصر والشرق الاوسط، انتي نورتيني وميرسي على نوري. مبسوطه اني كنت معاكي، وانا دايما مبسوطه انك تكوني معايا، علشان الشعر من اهم واحلى الحاجات اللي كلنا كبنات وستات ورجاله وكل الناس بتحب تهتم بشعرها، ودي حاجه مهمه جدا بالذات لكل بنت. وطبعا نطلع مع الفاصل، نطلع مع ممدوح، خليكم معانا. أسئلة كتيرة جدا جدا جات لنا من شباب كتير ومن ناس كبار ومن ناس صغيرين على مشاكل العظام. أنا ما بقتش عارف أمارس حياتي الطبيعية، ما بقتش عارف أروح شغلي، ما بقتش عارف أصلي، ما بقتش عارف ألعب مع أولادي، ولما بقعد في شغلي بتعب، لما أطلع السلم بتعب، لما بسوق كتير بتعب، لما بقعد. فالواحد بقى عنده مشاكل في العظام كتير قوي. المشكلة بقى هنا إن اللي بيشتكي من الموضوع ده السن الصغير أكتر من السن الكبير. السن الكبير بيقول لك خلاص مع العمر والزمن أنا كبرت، بس بعد كده بيلاقوا علاجات أو بيلاقوا حلول في السن الكبير. طب إزاي وأنا الصغير مش عارف أستمتع بحياتي؟ النهاردة مشرفنا ومنورنا الدكتور علاء الدين أحمد، المستشار العلمي لشركة بيكس فارم، اللي هيتكلم معانا أكتر على مشاكل العظام. منور الدنيا. أنا منور بوجودك. أخبار معاك إيه؟ كله تمام والله. كله زي الفل. وأخبار البي والهانم إيه؟ كلنا حلوين الحمد لله ومبسوطين وسعداء وبتهنين. مشاكل الشباب دلوقتي بقت في العظام، مشاكل الشباب كلها في مش عارف ألعب مع أولادي، أنا لسه متجوز ومش عارف ألعب مع عيالي، ظهري، ركبي، كعاني، رقبتي، فأنا عايز أرجع تاني أمارس حياتي الطبيعية. قول لنا حلول علشان نقدر نستخدم حياتنا صح. بس خلينا نتفق الأول، هو الطبيعي إن المفروض آلام العظم تبقى في الناس الكبار في السن. أوكي. وحضرتك لو رجعت 20 سنة ورا كان فعلا بتبقى المشكلة في الناس كبيرة السن. انما دلوقتي هو بقى الخطوره بقت كمان في الناس الصغيره في السن. حصل. وحضرتك دايما كل ما التقدم بيزيد هتلاقي كل ما الامراض بتزيد. يعني مثلا على سبيل المثال زمان حضرتك لما كنت تحتاج تنقل تحول من قناه لقناه كنت بتعمل ايه؟ بقوم اروح لغايه التلفزيون اغير. الحركه دي على فكره حركه مهمه جدا، لان الحركه دي انت بتخلي العضله عندك تشتغل. اوكي. وزي ما اتفقنا قبل كده العضله هي اللي مسؤوله ان هي تحافظ على العضل. انا طول النهار في الشغل فانا مش عايز اجيلك اهو كتير، فانا بقعد بالريموت. ماشي اتفضل. فما بقاش في حركه. تمام. الحاجه الثانيه خلي بالك كان حتى المواصلات ما كانتش كتير كده، العربيات جت كتير على فكره. يعني فتلاقي ايه انت مثلا محتاج تروح مشوار فبتمشي محطه اتوبيس، بتركب اتوبيس، شويه الرياضه بتاعت شويه الرياضه دي خلي بالك. دلوقتي لا، انت بتنزل البيت بتلاقي لو ما عندكش عربيه هتلاقي الميكروباص، هتلاقي اي حاجه تاخدها، فكمان الفيزيكال ايفورت قل جدا. فبالتالي انت لا تمارس، اصبحت لا تمارس رياضه خالص. أوكي. وده يوضح لك ليه كمان امراض السمنه بقت بتزيد. السمنه زادت قوي الفتره اللي فاتت دي، وتلاقيها في الصغيرين اكتر من الكبار كمان. طبعا الام العظم بقى انا عايز اقول لك على حاجه، هي الام العظم الام متراكمه، مرض متراكم. حلو. يعني هو مش مرض بيظهر اس فجاه، لا، هو المرض انت بتتعامل وانت في جنين، وانت كجنين حتى في بطن امك. انت ما خدتش الجرعات الكافيه من الكالسيوم، وانت صغير ما خدتش الجرعات الكافيه من الكالسيوم، وكمان لا تمارس رياضه فبقت عندك مشكله في نقص الكالسيوم، لا تتعرض للشمس بصوره كافيه بقى عندك نقص في فيتامين د. الحاجه الثالثه انت اصبحت قعدتك فترات طويله، فبيحصل عندك كمان تلاقي ايه واحد يقول لك انا قعدت فترات طويله ولما اوقف ركبتي بتوجعني، ما هو انت العضله اللي حواليها ضعيفه والسائل كمان ابتدى يتاكل، فبقت عندك مشكله في المفاصل. فكل ده بيؤدي في الاخر لايه؟ ان انت عندك الام العظام بقت في كل الاعمار السنيه من اول الطفل لحد الكبير في السن. حلو قوي. طيب ممكن تقول لنا على حلول جذريه تخليني اعرف استخدم حياتي صح، استخدم جسمي صح، اعرف اعيش حياتي صح؟ بس خلينا نتفق، لما بنيجي نحط اي حل لازم يتوفر فيه اربع حاجات. اوكي. اولا اديك حاجه ما يبقاش ليها تبقى ذو فعاليه، يعني اديك حاجه تشعر بالفعاليه بتاعتها. تمام. الحاجه الثانيه كده يكون ما لهاش اي اثار جانبيه، وخاصه وان الام العظم معظم العلاجات الكيميائيه كانت بتاثر على المعده، عشان كده يقول لك ايه انا باخدها اللي عنده معارض في المعده ما ياخدش. الحاجه الثانيه اصحاب الامراض المزمنه كانت بتواجهنا مشكله مع العلاجات الكيميائيه المسكنات. بالفعل صح. الحاجه الثالثه هي حتى على المدى البعيد بتاثر على الكبد وعلى الكلى، يبقى ده ثاني حاجه. الحاجه الثالثه انك تاخدها بسهوله. يعني مثلا لما هنتكلم النهارده في الكرسي بتاعنا، النهارده لما صوت الطقطقه دي يعني السائل اللي ما بين الغضريف ابتدى يقل، كنا بنروح نحقن والحقن برضه بيبقى عمليه مؤلمه. ولو ما اتعالجتش مع المفاصل بصوره صحيه ممكن تخش تغيير مفصل. طبعا.
يبقى دي الحاجة التالتة، هو انك تاخد الكورس بصورة بسيطة. الحاجة الرابعة يكون سعره كويس، لان برضو ما ينفعش اديك النهاردة كورس يبقى سعره غالي جدا فانت ما تقدرش تدفعه. ده اللي الكورس بتاعنا توفر فيه الاربع حاجات دول. حاجه تناسبني، تناسب بيتي، تناسب حياتي الطبيعيه، عشان ما يبقاش المبلغ يبقى تقيل عليا انا واهل بيتي. افتكر ذو كفاءه ملوش اثار جانبيه، تاخد بسهوله، سعره يبقى كويس. حلو قوي. في نهايه الفقره بتاعتنا بقى، قبل ما نتكلم في الكورس فضل. اتفضل هقول لك. في نهايه الفقره بتاعتنا هنحل لك الاربع مشاكل دول. وانا موافق، وانا بحب ده قوي. طيب انا عندي اسئله كتير. اتفضل يا فندم. فانا ممكن ايه هاخد سؤال ولا اتنين وهوقف اسئله عشان نقدر نشرح الكورس، عشان برضو اللي بيتفرج علينا يستفيد من الناحيتين. يعني انا مثلا عندي فريده عندها 25 سنه، 70 كيلو، طولها 160، بتقول بقى ايه انا بشتغل في كول سنتر وبقعد فترات طويله قوي على المكتب، وفي نهايه اليوم مش ببقى قادر احرك دراعي من كتر الوجع، واللي في كتفي ده ارجوكم عايز حل، وجع كتفها مش قادر اتحركه، مش قادر اتحرك دراعها من كتر ما هي شغاله في كده كول سنتر اللي هم بيبقوا قاعدين طول النهار ده، حلها ايه؟ بص حضرتك، هو اولا لازم ندي شويه نصايح لازم تعملها، ان هي المفروض ما تقعدش اكتر من نص ساعه في قاعده ثابته، لازم تتحرك. طبيعه الشغل على ايه؟ تتحرك، خلي بالك تتحرك، لازم تقوم حرك، تقوم وتقعد، حتى لو قامت وقعدت كده هي مارسه رياضه، خلت العضله تشتغل. أوكي. الحاجه الثانيه خلي بالك هي عندها اوفر ويت كمان. حلو. لا حضرتك فيها كده وزنها في زياده. 70 كيلو وطولها 160 سم. خلي بالك، لا هو في حاجه اسمها مؤشر الكتله، ان انا بجيب الوزن على مربع الطول، لو طلع اكتر من 29.8 من اكتر من 25.8 فهي عندها زياده في الوزن. لو اكتر من 29.8 فهي عندها سمنه. يعني هي 160 طولها ووزنها 70، المفروض تبقى كام؟ 160 طولها وطولها، والمفروض ان وزنها ينزل ل 60 كيلو، المفروض تنزل 10 كيلو. يعني تنزل 10 كيلو. فكل كيلو 10 كيلو يا فريد. كل كيلو بقى حضرتك بيحمل على ركبه بمقدار 4 كيلو. يعني تخيل هي محمله زياده على ركبتها بمقدار 40 كيلو. يا نهار ابيض. شوف بقى تخيل. 40 كيلو. 10 في 40 كيلو دي. ما هو كل كيلو بيسمع في الركبه بمقدار 4 كيلو. اوكي. ميزة بقى الكورس بتاعنا النهارده ان انا بحلل لك مشكله العضل وكمان بحلل لك مشكله السمنه. جميل. فالاستاذه هتسمع النهارده احنا من نحللها الحل بطريقه تقليديه بطريقه غير تقليديه وازاي تلاقي نتيجه فعاله ان شاء الله. طب تحب ناخد سؤال تاني ولا نبتدي في الكورس بتاعنا؟ لا ناخد السؤال التاني عشان كله هنربطه بالكورس. طيب انا عندي احمد بيقول من فتره حصل لي كسر في رجلي. طب احمد الاول 35 سنه، 100 كيلو، طوله 180 سم. بيقول من فتره حصل لي كسر في رجلي وفكيت الجبس، لكن مش قادر استعيد طاقتي ولا حركتي زي الاول حتى مع العلاج الطبيعي. بس خلي بالك هو برضو من ضمن مشاكل الكسر العظام ان هو بيبقى عنده نقص في الكالسيوم، اللي هو ممكن ياخده من الصغر وما كانش بياخده بالصوره العاديه. تمام. فهو بالتاكيد عشان كده يتكسر بسرعه. تمام. وما كانش بيتعرض للشمس بالصوره الكافيه، فبرضو عنده مشكله في نقص فيتامين د اللي هو المسؤول عن ترسيب الكالسيوم في العظم. الحاجه الثالثه ان هو برضو عنده زياده في الوزن. واضحه جدا. خدت بالي 100 كيلو وطوله 180 سم. فخلي بالك ده برضو محتاج النهارده انا اديله الكورس بتاعه يمارس، وهو كمان يقول لك انا محتاج ارجع امارس عشان كده حتى في الكورس بتاعي انا بديله مجموعه فيتامينات ومعادن عشان يقدر يمارس يستعيد النشاط بتاعته. لما يستعيد النشاط. الاسئله بقى ويلا بينا على الكورس عشان انا محتاج هنربط الكورس يعني. برضو في نهايه الكورس هتلاقي حضرتك اجابه السؤالين بتاع الاستاذه فريده الصحبه، انت هتلاقي فيه اجابه ليهم. يلا وانا جاهز، انا مستعد. بس خلي بالك واحنا بنتكلم في الحوار بتاعنا اتفقنا ان في عندنا مشكله في العضلات، وعندنا مشكله في العظام، وعندنا مشكله في المفاصل. تمام. وعندنا كمان مشكله في انك ازاي يبقى عندك الطاقه الباور اللي تقدر تمارس حياتك. حصل. تمام. خلينا نتكلم الاول على مشكله المفاصل، لان مشكله المفاصل اصبحت منتشره نتيجه للاعداد فترات طويله. ومشكله المفاصل لو احنا ما تعاملناش معاها بطريقه سليمه قد تؤدي الى الخشونه التي قد تؤدي الى تغيير مفصل. تمام. وتغيير المفصل عمليه مكلفه جدا وبتغير اسلوب حياتك. اشار على كل الناس فعلا رقم كبير كده. انا عندي اول مكمل غذائي، وكلمه مكمل غذائي بقى احطها تحتها كده خط، يعني انا بديك حاجه مش مواد كيميائيه، فبالتالي ما يكاد يكون ملهاش اي اثار جانبيه. افتكر الاربع حاجات اللي احنا قلناهم. ماشي. كفاءة. كفاءة. مفيش آثار جانبية. أيوة. تاخد بسهولة، سعره مناسب. انت حافظ على. تمام كده؟ تمام. يبقى احنا دلوقتي بقى بديك مكمل غذائي يعني يكاد يكون ملوش آثار جانبية لأن أنا بكملك الغذاء بتاعك. جميل. عندنا أول مكمل غذائي النهاردة بتاعنا اللي هي العلبة الخضراء الثانية من ناحيتك اللي هو الجوينت بيكس. ومن اسمها دي حاجة بتتعامل مع الجوينت. خلي بالك الجوينت بيكس دي بقى بتعمل خمس حاجات بسيط جدا. أولاً إعادة بناء الأربطة والغضريف، لأن أنت لما تقعد فترة طويلة الأربطة والغضريف عندك بيحصل زي ترهل كده بتضعف. فأنا بعيد لك بناء الأربطة والغضريف. حلو. لأن هو في مستحضرات اسمها كلوكوزامين وكوندروتون، دول مسؤولين عادة بناء الأربطة والغضريف. جميل. من ضمن مكوناته حاجة اسمها الهيرونيك أسيد. الهيرونيك أسيد ده المسؤول عن تكوين السائل ما بين الغضريف. حلو. السائل ده لما بيقل تسمع صوت الطقطقة. أيوة. وقبل صوت الطقطقة كمان بتحس فيه ألم. وهو طلع السلم يقول لك انا في عندي مشكله الم في ركبتي. في دبوس كده، في مسمار بيخش اللي احنا كنا بنديه من 10 سنين فاتت بنديكه حقن. بنحقن.
صح. مش انا قلت لك برضه اديك حاجه تسهل انها تتاخد؟ صح. تخيل انا السائل ده بعوضه لك عن طريق قرص بتاخده بالليل قبل ما تنام. تمام. برضه الجوينت ميكس بيعمل ايه؟ من ضمن مكونات حاجه اسمها هو الجنجر او مستخلص الجنزبيل، ومستخلص الجنزبيل ده بيشتغل كمسكن الالام، وبرضه في مستخلص البروملين اللي هو مستخلص الاناناس كمضاد للتورم. كل ده موجود فين؟ موجود في العلبه الخضراء اللي هي اللي بتاخدها قرص قبل ما تنام لو انت مش بتشتكي. بس الحالتين اللي عندنا دول لازم ياخدوا قرصين قبل ما يناموا، عشان هم بيشتكوا من مشاكل دي، لان هي عندهم المشكله. تمام. يبقى انا خلي بالك بياخدوا قرصين قبل ما يناموا بالليل. حلو قوي. ساعد الدلاله البطل غريب سهوله الحركه سلامه العظام مضاد للتورم مسكن الالام، كل ده في قرصين هتاخدهم من الجوينت ميكس قبل ما تنام. انا حليت لك كده مشكله المفاصل. حلو. مشكله رقبه، مشكله ركبه، مشكله مفصل حوض، اي مشكله. حلو. هما الاثنين بيعانوا من نفس المشكله دي، لمشكله الوجع. طيب. والالم العام. حضرتك برضه السؤال الثاني انت على استاذ احمد، حضرتك اثرت نقطه ان هو كان عنده كسر. ايوه. ومش قادر يستعيد حركته. وعمل علاج طبيعي ومفيش امل برضه. كسر ليه؟ لان هو عنده نقص في الكالسيوم. تمام. يبقى انا محتاج اديك الكالسيوم. حلو. وانا بديك الكالسيوم محتاج اديك الكالسيوم بصوره بسيطه وما تاثرش على معدتك. ماشي. لان معظم الناس اللي بتاخد الكالسيوم يقول لك بس انا بشتكي من قرصه في معدتي. اه. عشان كده العلبه الزرقاء الثالثه اللي هي من ناحيتك. ايوه. فيها الكالسيوم في صوره السي دي زي اللي هو اسمه السي دي زي بيكس في صوره الكالسيوم سيترات. جميل. ويعني ايه بقى الكالسيوم سيترات؟ حضرتك هتكتشف ان بره كله بياخد الكالسيوم في صوره الكالسيوم سيترات. معظم الكالسيوم اللي موجود في مصر موجود في صوره الكالسيوم كربونيت. عشان كده الناس لما تاخده يقول لك انا عندي قرصه في معدتي. في وجع في الم. هي القرصه مش من الكالسيوم، القرصه الكالسيوم محطوط في صوره ايه؟ اوكي. الكالسيوم سيترات اللي هو السي زيت بيكس اللي هو في الكرسي بتاعنا ما ياثرش في معدتك خالص. حضرتك هتاخد قرص بعد الغداء ومش هياثر خالص في صوت معدتك. حلو. تمام كده؟ حلو قوي. يبقى انا حليت لك النقص في الكالسيوم. ونقص في المشاكل اللي كانت. يبقى انا حليت لك مشكله المفصل. ايوه. ومشكله العظم. حلو قوي. بس خلي بالك هي مشكله العظم برضو اتفقنا ان هي مشكله تراكميه. اه. لان انت من الصغر ما خدتش الكالسيوم بالجرعه الكافيه. انا مشكلتي دلوقتي على بيه ان الصغيرين هم اللي بيشتكوا اكتر من الكبار. دي مشكله بالنسبه لي. هو ما بياخدش الكالسيوم بصح، ما تعرضش للشمس بصوره صحيه. أوه. بيقعد بيمارس عادات غذائيه خاطئه وممارسات يوميه خاطئه. الكبير بيستمتع بس احنا هنوقيم القعدة فترات طويله دي غلط. اه. تخيل انت واحد قاعد على تابلت كده لمده ساعه، ما لازم رقبته توجعه. انا بصور الحلقه بقوم ضهري وجعني. شوف حضرتك برغم ان انت ايه يعني. يعني انت بتتحرك جدا، فمالك بقى واحد قاعد ما بيتحركش خالص. طيب ما تيجي نروح للتقرير ونرجع نكمل بقيه الكورس بتاعنا. مع حضرتك. طب انت عندنا عرض النهارده ولا اطلع التقرير عادي؟ اه. لا بص، قبل ما نروح للعرض هنتفقنا كمان ان المشكله الرابعه ان يكون سعر مناسب، صح؟ اه طبعا. انا النهارده بدي للساده المشاهدين عشان وجودي مع حضرتك في برنامج البيو الهرم 50% على الشهر الثاني. حلو. يعني انت حضرتك لما تاخد كورس شهرين الشهر الثاني عليه ديسكاونت 50%. ماشي. مشكله وبس، مصاريف الشحن مجانيه لاي حته في الجمهوريه، وفي ارقام تليفونات موجوده على الشاشه اي حد هيتصل فيه فريق متخصص بيتابع الحاله مع حضرتك. الحاجه الرابعه ان هو واخد موافقه سلامه الغذاء، فموجود في بعض المستشفيات الكبرى في القاهره واسكندريه. حلو. انما العرض موجود فين؟ هنا عندنا في البيو الهالم. ايوه. يبقى انا كمان حليت لك شويه عشان اعمل عرض. يبقى انا كده حليت لك مشكلتي كمان. مشكلة السعر. اه طبعا الفلوس خلاص كده الحمد لله هو مناسب معايا، وكمان الشهر الثاني 50% عليه. تمام. طب احنا هنروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا انا وحضرتك تاني، فاحنا خليكم معانا، احنا لسه مكملين معاكم في البيو الهانم. هتروح بس للتقرير ونرجع نكمل كلامنا. اتفضلوا. اسمي سماح، عندي 57 سنه، ما كنتش بقدر اقف خالص على حيلي، ولا اقدر اطلع السلم، ولا اقدر اقف في المطبخ اعمل اي حاجه. عظمي كله كان وجعني، وظهري وجعني، ورقبتي فقرات رقبتي وجعاني، ما بتحركش خالص. الناس نصحوني ان انا اجيب كرسي العلاج بتاع العظم، لكن قبل 3 اشهر لقيت تحسن جميل جدا، عظمي خف وبقيت اقدر اطلع وانزل واعمل لعيالي كل حاجه في البيت. بشكر شركه بيكس فارما. أنا اسمي أسماء، 33 سنة، بيتطلب شغلي إن أنا أقف تقريباً 24 ساعة. طبعاً من سنتين حسيت بألم شديد في الركب وفي الرجلين، وكان بيجيلي شد من أعلى الرقبة لأسفل الظهر. الناس وصفولي كورس بيكس فارما، جربته تقريباً بقالي شهرين ماشي عليه، أنا بقيت أحسن كتير. رجلي دلوقتي الحمد لله بقدر أقف فترة طويلة، حتى شغل البيت بقيت الحمد لله بانتظام. طيب اللي ما كانش موجود معانا قبل التقرير كان معانا الدكتور علاء الدين احمد المستشار العلمي شركه بيكس فارم، اللي بيقول لنا علاج ومشاكل العظام والعضل والحاجات اللي ناقصه في جسمنا علشان مش عارف تستمتع بحياتك، مش عارف تعيش يومك الطبيعي، هنقدر نعمله هنا في الكورس بتاعنا النهارده اللي هو منورنا ومشرفنا وشرح لنا. شرحت لنا حاجتين بس، صح؟ حاجتين. اه. هو الكورس عباره عن 5 حاجات، كل حاجه مرتبطه بالثانيه.
طب انا عشان وقتي هنا يعني ما عنديش وقت براحتي قوي اعرف اتكلم فيه، فحضرتك ممكن تقول لي العرض وبعد كده نرجع نكمل بقى 50% على الشهر الثاني. حضرتك لما تطلب عرض شهرين الشهر الثاني بيجي لك بسكاونت 50%. حلو قوي، عشان كده بيجي لك حاجه يعني مور ايكونوميك جدا، حاجه اقتصاديه جدا. طيب نكمل بقيه الكورس بتاعنا بسرعه. واحنا بنتكلم ان اتفقنا ان انت ما تعرضش للشمس بصوره كافيه، فانت عندك نقص في فيتامين د. حصل. عشان كده عندي المكمل الغذائي الثالث بتاعنا النهارده اللي هي العلبه الصغيره دي اللي هي الفيدي بيكس اللي هي مصدر لفيتامين د. تركيز الفيتامين د فيها 2000 وحده دوليه، احتياجات الجسم في اليوم من 2000 ل 4000. حلو، يبقى انا حليت لك مشكله نقص فيتامين د، وفيتامين د هو المسؤول عن امتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم. يبقى انا الموضوع بقى اللي عاده الشمس اللي انا ما بعملهاش انت عملتها لي هنا وعملتها لي سليمه. اديتك فيتامين د بالجرعه اللي انت محتاجها، اوكي، الكالسيوم اديته لك، حليت لك مشكله المفاصل. جميل قوي. بس احنا عندنا لسه مشكله رابعه. طبعا مشكله العضلات. مش احنا اتفقنا بتقعد فترات طويله بس عندك تعبص في العضلات؟ نفسي والله عضلاتي توجعني. ما عنديش عضلات. خلي بالك احنا هنعمل لك عضلات دلوقتي. انا حاسس. بص خلي بالك بقى، المكمل الغذائي الرابع بتاعنا اللي هي البرطمان ده اللي هو الكريم المساج. حلو. واتفقنا بنتكلم على مكمل غذائي يعني كله حاجات طبيعيه. عباره عن ايه كريم المساج ده بقى؟ عباره عن كوليبس اللي هو بيسموه زيت الكافور، ومعروف ان زيت الكافور ده من اقوى المسكنات الطبيعيه اللي موجوده في الطبيعه. اكيد. في المنتول اللي هو بيسموه زيت النعناع، وزيت النعناع ده بيشتغل كبسط العضلات. الحاجة التالتة اللي هو فيه القرنفل، والقرنفل ده أقوى مخدر طبيعي. عشان كده الروك بيكس ميزته إن حضرتك أول ما تحطه بالظبط من 3 دقايق لخمس دقايق بتلاقي الألم بيروح تماماً. جميل. يعني تخيل أنت عندك مشكلة في الكتفك بتحط الروك بيكس مرة صبح ومرة بالليل، بعد ما تحطه بثلاث أربع خمس دقايق تلاقي الألم راح. وكله مكونات طبيعية. ده جميل قوي كل ده. حلو. نروح بقى النقطة الأخيرة في المكمل الغذائي بتاعنا النهاردة. حضرتك الأستاذ أحمد كان بيسأل وهو مش قادر يمارس حياته بصورة طبيعية وطاقة. عشان كده انا بديك مجموعه فيتامينات ومعادن في الالف مالتي فيت. وعلى فكره الفيتامينات والمعادن بتزود في عمليات الحرق، لان الناس اللي عندها نقص في الفيتامينات والمعادن معدلات الحرق عندها بتقل، فيبقى عندها زياده في الوزن. يعني كده فريده واحمد يخسوا بالظبط. الكورس بتاعنا الالف مالتي فيت بقى المكمل الغذائي الاخير بتاعنا. ده عباره عن 13 مالتي فيتامينز معادن حضرتك محتاجه. فيتامين سي، في الزنك، في مجموعه فيتامين بي كلها، في كمان الكبر اللي هو النحاس، في كمان الكالسيوم بما ان احنا بنتكلم على كورس عظم، في الفوليك اسيد. على فكره كل الفيتامينات والمعادن دي لما بتقل في جسم الانسان الحرق بيقل، فتبتدي ايه اللي يحصل؟ زاد عنك في الوزن. طيب انا عشان الوقت بتاعي بيجري بسرعه وانا عايز الحق كام سؤال، بيناسب كل الاعمار؟ من اول ما تقدر تبلع، من اول 12 سنه. ده مكملات، اصل ده مكملات غذائيه، يعني مفيش اي مشاكل. يعني تاخد كوقائي او كعلاجي. وقاية عشان ما تشتكيش، وعلاج لو بتشتكي. طب اللي عنده امراض مزمنه زي الضغط، السكر، احنا اتفقنا تمام. مكمل غذائي ده هو ميزته عن كل المسكنات الكيميائيه اللي موجوده في السوق، ان مثلا مريض الضغط ما ياخدش المسكنات، لا ياخده عندنا مش اي مشكله خالص. حلو. ما فيش اي اثار جانبيه منه؟ ما اتفقنا الاربع حاجات ذو كفاءه، والتقرير قال كده، والمكونات بتقول كده. الحاجه الثانيه ان هو يتاخد بسهوله، انا ما بديكش حقن، انا بديك حاجه سهله اقراص كلها. الحاجه الثالثه ان هو سعرها يناسب جميع افراد الاسره. الحاجة الرابعة ان هو يكاد يكون ملوش اي اثار جميلة، ان هو عبارة عن مكملات غذائية. الحاجة الخامسة النتيجة بتاع باش اتفضل. والله الخامسة ان انا موجود معاك على فكرة. لا انت منورنا. لا يا حبيبي. الله يحفظ حضرتك. بيبان النتائج بتاعته بعد قد ايه وقت؟ بص حضرتك بالظبط من اسبوع هتبتدي تشعر بتحسن، وفي بعض الحالات ما مجرد ما ياخد الجوينت بيكس بالليل بيصحى الصبح ما عندوش اي الم خالص في كتافه. يعني بس ده توقف برضه على شدة الالم. شدة الالم والحالة وصلت لحد فين. يعني كده الواحد يقدر يستخدم، يعني انت لو عندك الم في الدرجه الاولى بعد 24 ساعه بتبتدي تشعر بتحسن، لو الالم الدرجه الثانيه والثالثه بعد اسبوع تبتدي تشعر بتحسن. ما هو ده اللي كنت عايز اساله، هل بيبان على طول في اول كام يوم ولا بعد كام اسبوع؟ حسب شده الالم والحاله اللي انت فيها. حسب الدرجه بتاعتك انت وصلت. طب انا ما عنديش وخايف يجي لي، ده هيبقى تمام بالنسبه لي اخد الجرعات الخفيفه؟ تاخد بتسيطر على كل مشاكل العظم بصوره طبيعيه. ماشي. هو عارفك المكمل الغذائي عباره عن ايه؟ انا حطيت لك الغذاء اللي انت بتاخده بكمله لك في صوره دوائيه سهله انك تاخدها بالجرعات اللي انت محتاجها. جميل، جميل قوي كده. طيب يعني انا اقدر دلوقتي استخدمه بسن عادي صغير، اقدر في نفس الوقت ما يكونش عندي مشاكل من وانا عندي ضغط؟ و 50% على الشهر الثاني. وانا عشان الحته دي مهمه جدا، عشان انا متحمس لها. ليه؟ لان الناس كلها بتعاني من الحاله الاقتصاديه. فالنهارده انا بحل لك هذه المشكله. وعلى فكره مشاكل العظم بتغرك اسلوب حياتك تماما، ما تقدرش تمارس حياتك. تخيل انت قايم من النوم من الصبح عندك مشكله في كتافك، مش قادر تنزل شغلك، عندك مشكله في ركبك، مش قادر تطلع سلم، الست مش قادره تمارس حياتها في البيت، الراجل مش قادر يروح يصلي، كلها على فكره كمان امراض بتاثر في الحاله النفسيه بصوره صعبه شويه. انت نورتنا النهارده حبيبي. والله انا منور بوجودك والله.
ويا ريت دايما كده بطلتك البهيه تيجي تفيدنا وتدينا معلومات مفيده كمان للمشاهدين حبيبي. والكورس هيبقى مفيد جدا ليهم. وكده كده هو مصارع من وزاره الصحه في فريق متتبع مع حضراتكم، بيفضل يتكلم معاكم او على الواتساب يقدروا تتواصلوا معاهم. وسعره على قد الايد، و50% ديسكاونت كمان عملوه لنا النهارده عشان احنا بيه والهاني. فانت نورت الدنيا على قد احمد دكتور جميل، ودايما بيشرح لنا كل حاجه حلوه ببساطه وبسلاسه عشان نقدر نستخدم جسمنا ونقدر نستخدم حياتنا. اهم حاجه عندنا صحتنا. يا رب تكون الحلقه النهارده كلها كانت مفيده لحضراتكم، ويا رب يكون عند حسن ظنكم. وانتظرونا في حلقه جديده من بيه والهانم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.